اليوميات كتبدا بها هي كتفيق تلبسي ليا وتفطرها وتديها للمدرسه، وكنفيق انا تقريبا مع جويه العشرة. الاغراض يعني هذا رمضان كيبان لي انا شويه ديال الاصلاح بالنسبه اللي عنده شي افير ولا شي حاجه، مع النهار كيكون مسدودين. دونك انا النهار كامل كندوز تقريبا غير في الاصلاحات شويه، وكنحاولوا نطوروا من البزنس اللي كاين، نزيدوا الديكوراسيون ديالو شويه. ومن بعد الفطور كنتلاقاو في الفطور في الدار، كنجي تقريبا مع المغرب نيشان، كنفطر مع الله اكبر، كنفطروا مجموعين، كنخرج عاوتاني تمشي للجامع، مور الجامع كتمشي عاوتاني. نسيتي واحد الحاجه مهمه، كتفرج شي شويه. كنتفرجوا واحد شويه ضروري مع الفطور، مع الفطور الكبده المغربيه. وصافي كنتلاقاو حتى لغد ليه الصباح عاوتاني، حيت كنجي كنلقى هي ديجا نعسات، كنلقى مطيبه هي العشيوه ديالي محطوطه مقاده، كنتعشى وكن الصباح عاوتاني ان شاء الله. وكيف ما قال هاني دابا يعني في رمضان كيكون ديجا الوقت نهار قصير، والانسان ما كيفيقش بكري بزاف على ود كيسهر في الليل. فانا المهمه ديالي عندها علاقه بالبيت وخارج البيت، يعني كما قال غندي سيلي ليكول، الا كان شي تقضيه في الدار غنمشي نقضيها، ديفو حتى هو كيعاون في هادشي هذا. وكنرجع قبل المغرب كتكون السيده اللي حتى هي كتعاون في المنزل، كتعاونوا انا وياها، كنوجدوا ديك المائده الرمضانيه وعاوتاني العشاء، وكنوجدوا كلشي حنا قبل الفطور باش كنتهناو. وصافي من بعد عاوتاني كيجي الوقت انك تجلسي تفرجي شي شويه، وعاوتاني تنعسي سيليا ولا غوتي اللي كتبقى هكا وهي غادا. انا بالنسبه للماكله ما كنطلبش بزاف، ما كان ماشي شي واحد اللي كيتشهى ولا كيبغي الطابله تكون عامره ولا. عندي جوج حوايج رئيسيين، سوب ولا حريره معاهم شي حاجه خفيفه معمره، صافي هذا هو الفطور ديالي. سهل من كتجي الماكله، ما كنحكرش بزاف وما كنتشهاش بزاف وما كنطلبش بزاف. ماشي ضروري خصني نشوف الطابله عامره عاد غنقول واو صافي دابا عاد نفطر، لا بالعادي. انا بالنسبه ليا كنبغي ديما تكون الصلاه حاضره، لان كنحس ان في رمضان بزاف بينا كيكون مقل توسكي خضره ورقيات، فدائما لاصالات في الطبلاخ تكون عندي موجوده، وخلاص المملحات داكشي كنيفيتيهم، السكريات كنيفيتيهم، ولكن ضروري كيكونوا محطوطين الهاني والعائله كانت حاضره معنا. صراحه تبعت حاجه وحده، هو مسلسل ديال المكتوب، هو الوحيد اللي قدرت نشوف فهاد رمضان هذا. كيف ما قال هو، حيت عندنا التلفازه في الدار كنت انا وياه نتفرجوا، ما مكتريش التلفازات بزاف باش ما يبقاش كل واحد جالس في البيت، كنحاولوا ديما نجمعوا على حاجه وحده. دونك حتى انا كنت نتفرج انا وياه في المسلسل المكتوب، وانا زايده شويه من بعد ما كيمشي كنتفرج في المسلسل ديال ولاد الدرب. مثلا في المسلسل المكتوب عجبني بزاف الممثلين اللي فيه، ممثلين من العيار الثقيل، حتى السيناريو كان مختلف، كان في داك الفرفاشه والدم الخفيف ديال فنانة دنيا بوتازوت اللي كنوجه لها تحيه هي وكل الطاقم اكيد. وبالنسبه للمسلسل ديال ولاد الدرب عجبني ان سيناريو مختلف، حتى هو في داكشي ديال نقولوا ميكرو مافيا ميني مافيا، دونك زوين هاد المسلسلات صراحه عجبوني. شي الاخر ماشي ما عجبنيش صراحه، ما سبعتش. واحدة من الحوايج اللي دابا كتعرفي كل دار وشنو كتوجد في الفطور ديالها، كل دار والسيستم ديالها، كاين اللي كيدير المالح، كاين اللي كيدير الطاجين مع الفطور كله وكيفاش. السبت اللي فات كنت تعرضت على الاخت ديالي وزوجها لها وصحابنا وصحاباتنا وداكشي، ووجدت كل شيء وجدته في الاخر. كيقول لك وزار في اتاك وبلي اتاك، لقيت راسي اني ما وجدتش اتاي، حيت انا في رمضان ما كنشربوش اتاي مع الفطور. قلت لي واش كاينين الناس كيشربوا اتاي مع الفطور؟ قالوا لي كلشي قال لي كنشربوا مع الناس ما كيشربوش اتاي مع الفطور. قلت ليه قالوا لي كلشي حنا راه كنشربوا اتاي مع الفطور. قلت لهم دونك انا اللي في الضيفو، ماشي نتوما اللي فيكم الضيفو. عاد هبطنا لتحت مع الله اكبر، كنوجدوا في اتاي. دونك كيوقعوا هكا شي لقطات وخلاص، ديك الملحه زايده، ملحه ناقصه، هذيك لابد الفطور حرقت العشاء. شنو انا فوقاش واحد الليله حرقت العشاء؟ ايوه عقلت انا حيت جبت بجوع ديك الليله. عقلت سي فري. وهادشي راه كتكوني مفتونه مع الا تهيتي غير مع دابا مع بنتي سيليا، صافي طلعتي الفوق وهذا داكشي كيبقى في الفران ولا فوق العافيه مشيتي، يعني خاصك لا كويزين خاص فريمون تبقاي حداها باش ما تنسايش هاد لي بيتي ديتاي. والمسامحه الله يسامحك، نسيتي الله يسامحك، بلي ما نساش الله يسامحك.
رمضان مبارك سعيد على الأمة الإسلامية كاملة وعلى المغاربة بالخصوص، وكنتمنى هذا الشهر هذا إن شاء الله يكون شهر المغفرة والتواب والسعادة إن شاء الله للجميع. كل عام هما بألف خير، ودوزوا هذه الأيام اللي بقات من رمضان مع عائلتهم، لا فاقدين ولا مفقودين. وشكرا لكم 360، دائما تابعوا أخبارنا. أنا وهاني خطاب على 360.